الأخ يقول مشتري بكم؟ 36.10. هل حقق أسواق المزرعة هدف 38 فيبو؟ نعم جاب 81. واصله 66. قاع كورونا 13.34. آمنت بالله العظيم. طيب نروح على الفاصل اليوم ونشوف موجتنا دي هل وصل سقف قناتها؟ هل حقق أهدافها؟ الله أكبر. شوفوا كم مرة حاول أسواق المزرعة يوصل سقف القناة ولكنه يفشل في الإغلاق فوق سقف القناة فيدخل في عملية جني أرباح. وضرب في المرة الأولى مستويات الفيبو 38 وضرب في المرة الثانية مستوى برضو 38 والآن السهم متراجع. طيب الآن أنا أبغى أعرف هل أستمر مع أسواق المزرعة؟ طيب بما أنه ضرب الهدف ونزل وكون لي قاع هنا، هذا القاع يا أخوان هو مناطق 37 ريال على النظرية. لو أنا الآن سعر متوسطي فوق 37 ماذا يعني لي كسر 37؟ ستوب. إذا مضارب استراتيجي يعني إيش معنى مضارب استراتيجي؟ أساساً المضارب الاستراتيجي يا أخوان دائماً بداية تكون من تحت، ما في واحد يدخل في السهم هنا يقول أنا بقعد فيه استراتيجي، غلط. دخولك من فوق 37 يتوجب عليك، هذه منطقة مضاربية ما هي منطقة استراتيجية إن الواحد يبني منها محفظة في السهم. لذلك ماذا لو كسر أسواق المزرعة 37 ريال؟ اللي مشتريه ب 36 ربع ايش يسوي؟ ها؟ زي الاخ العتيبي دحين قال لي انا مشتريه ب 36 ربع، طيب كسر اسواق المزرعه 37 ايش تسوي؟ حافظ على ارباحك، حاول تخرج من السهم، حافظ على المكسب. طيب واحد مشتريه ب 38 ايش نقول له اذا كسر 37؟ ستوب يا اخوي، وقف خسارتك، لا تخسر أكثر من كده. ليش يا أبو محمود؟ طب يمكن ما لي شغل ينزل ما يرتفع، أنا تبغى تمشي على التحليل لازم تحترم القواعد دي. خلاص لو خرجت ونزل السهم بعدين تشوف فين يبغى يروح. والله يا جماعة الدعم الثاني 35 أرجع من قريب 35 أشتري واجعلها وقف خسارة لو انكسرت. الدعم الثاني هنا شايفين؟ طل في سلوك السهم وانت تعرف من فين ارتد ومن فين رجع. هذه هي الدعوم والمقاومات. شوف فين صرف المضارب، من فين رجع. شوف اول مره رجع من هنا وارتد وجاب خير، المره الثانيه ارتد من هنا نفس القاع وجاب خير، المره الثالثه احتمال تصيب واحتمال تخيب. بس برضك انت لما تفرنك من هنا تصير هنا مناطق دخولك مره ثانيه عشان ترجع له كمضارب. لكن هل يعقل أخليك قاعد في السهم ويسحب فيك لخمسة وثلاثين مثلا؟ لذلك انتبه. طيب أبو محمود السوق نزل بكرة إلى 410 بس أسواق المزرعة ما كسر 37 نطلع؟ لا لا تطلع، حاول تبيع بمكسب فوق يمكن يرتد السهم. طيب فين أهم مقاومة؟ شوفها قدامك، تبقى 38 فيبو من أهم المقاومات. إذا تخطيت 38 39 40 كل ما قرب منها هذا هدفك. بيع أستفيد من طلعة السهم الريالين دي. عرفتوا كيف نتقيد؟ نتقيد بعدم كسر 37 في البقاء في السهم، ونترجل منه في حال كسر 37. وضحت وضح تحليل أسواق المزرعة؟ بالله تحليل الآن صعب يا شباب. قدمنا الخسارة قبل الربح. طيب من فين طالع القناة دي اللي وصلنا سقفها؟ من فين بدأت؟ ما بدأت من مناطق 26؟ لو جيت الآن أنا
من قاع نوفمبر سحبت الفيبو الرئيسي ده إلين القمة. شوفوا يا شباب إيش أعطاني أول نسبة تصحيح 23 فيبو، والله 37 38 هذا، يعني أنا لو كسرتها الآن تخيلوا فهم يعطيني 38 فيبو، يعطيني هي محل ما قلت لكم 35 بدون ما استخدم الفيبو ناتش. وشوفوا هو أسواق المزرعة قاعد يضرب فين إلى الآن، قاعد يضرب الدعم ده وواقف فوقه اللي هي نسبة تصحيح كم؟ نسبة تصحيح كم؟ اللي هي نسبة تصحيح 23 فيبو. أعلى قمة سجلها السهم 41، وهذا القاع اللي اترسمت منه القناة قاعه 25-60. بالله الآن ألم يؤكد لي التحليل الكلاسيكي نظرتي الأولى بدون ما استخدم الفيبو، الفيبو زاد أكثر وأكثر. طيب أديكم حاجة ثالثة تتفاجئوا فيها. طيب لو جيت أنا أخذت الموجة الفرعية دي داخل القناة، داخل القناة رسمت لي مسار الصاعد، مررته من قاع الموجة دي، بلاش هذه، يلا نأخذ اللي فوقها، أبغى فلنفترض إنه هو آخر مرة نزل هنا قبل ما يوصل 39 وطلع كون لي قاعين وطلع، فرسمت ترند، أتخيلوا أسواق المزرعة كسر 37 بكرة، فأنا لما أجي أقول السهم وقف خسارة أطلع، أنا بقولها بس لأنه كسر قاع سابق، هذه واحد، لا لأنه كسر فيبو، اثنين لا كسر ترند، كسر ترند فرعي، فأصبحت كل المعطيات تقول لي السهم توجه هابط، فين رايح؟ نحن ما بنبالغ نقول 35 مبدئي، وبعدها لكل حادث حديث. طب لو كسر ال 35 كارثة أكبر، على طول حفكر بالمتوسط وفكر بنسبة تصحيح 61 فيبو وأقول احتمال كاني وماني. والأفضل يا شباب دائما وأبدا في الدخلة في أي سهم إنك ما إنك دائما تصيده في صعود وضمن مسار صاعد أكثر من اصطيادك له في المسارات الهابطة. في المسارات الهابطة دائما المضاربة صعبة لكن فيها محترفين، المحترف كيف اللي يصيدها، يعني شرد من 37 قال أنا أدخل ب 35، يمكن ارتد ممكن ارتد ريالين، يختبر 37 أقوم يطلع يقول لك يمكن يشكل قمة أدنى من قمة، بس على العموم إنه دخلته كانت عند الدعم، لكن ما تدروا يمكن ينقلب مزاج السهم من قمة مقيعان صاعدة لقمة مقيعان هابطة. فالأفضل دائما هو البحث عن مسارات صاعدة للشراء داخلها. ولو جينا نبغى ننظر للقناة دي اللي نحن فيها الآن، جابت أهدافها ولا ما جابت أهدافها؟ جاوبوني الآن، هل حقق سقف قناتها؟ يعني معناها يا جماعة لو هذا السهم نبغى نقول هو داخل قناة صاعدة، معناها فين حيكون أكثر منطقة يسموها منطقة التماسيح للشراء؟ قريب ترندها، فين ترندها؟ لعن أبو شيطانكم، يعني 61 في بتصحيح في المنطقة دي، انتبهوا، نحن عرفنا المحطات عشان للمضارب المحترف، لكن لو تبغوا النصيحة حتى لو طلعت من 37 احذر تدخل السهم يا عند دعم وفعل وقف الخسارة إلين تشوف ترسم قناة هابطة من القمة وتشوفها إنها اخترقت، فإذا اخترقت هنا يبدأ دخولك الاستراتيجي في السهم. علم؟ أسأل الله لكم التوفيق. هذا ليس فقط تحليل لأسواق المزرعة وإنما درس فني كلاسيكي في التعامل مع السهم ومعرفة هل دخول المضاربين في المناطق دي لغرض الحركة الاستراتيجية مقبول؟ غلط. دائما الاستراتيجيين لما يفكر يدخل في سهم هو يدخل فيه بالعكس، يعني لما يكون السهم داخل في موجة هابطة بالطريقة دي، تخيلوا هذه قناة هابطة بهذا الشكل والسهم بيتحرك بهذا الشكل، وفجأة أنا قاعد أراقب السهم من بعيد لقيته طلع نزل طلع فجأة لقيته هنا، هنا الدخول الاستراتيجي تحت في القاع ده اللي هنا شايفينه، هذه المنطقة هنا أبدأ في الدخول الاستراتيجي، أما مو بعد ما يطلع السهم ويوصل هنا لسه قريب الترند وما قدر يخترقه وجاي نازل هنا وأقول هذا دعم،
يقول لا نحن خلاص استراتيجيين. استراتيجي في عينك يا اخوي، فل امك استراتيجي. السهم سحبك من 27 مطلعك قريب 41 وجاي داخل 37 وتقول استراتيجي، جاي تزاحمهم في الكعكه في القيمه. انت ضمنت انه اخترق سقف القناه وقفل فوقه عشان تطلع معه؟ طيب ما تخاف انه يعلقك هنا من كراعينك، يخليك زي الذبيحه رجلك تحت وراسك فوق وهاتك صلخ بعد فتره؟ ففرق يا اخوان، فرق. اتخيلوا الان اللي في صافونه، صافونه لو جاء قال انا استراتيجي نقول له خليك. ليش؟ السهم جاي من 54 واقف قريب القيعان، بينما في اسواق المزرعه طالع من 36 واصل هنا، كيف تقول لي استراتيجي بهذا الكلام؟